الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نهار إلى جميع الضباط وضباط الصف والأفراد المناوبين. ضباط العمليات الرئيسية سيدي نهار، تفضل. يسعدني في هذا اليوم أن أهنيكم بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويشرفني أن أنقل لكم تهاني سيدي جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم. كما يطيب لي أن أشيد بجهودكم الطيبة وأدائكم المخلص، أحملكم بالمسؤولية الأمنية ودوركم الوطني المخلص ضمن فريق البحرين طبعا، كل هذا من أجل احتواء هذه الجائحة. وإني ولا شك أحيي ما تقدمونه من تضحيات وما تبذلونه من جهد. من غرفة العمليات الرئيسية، شكرا لكم سيدي، نعاهدكم على مواصلة الجهد، معربين عن اعتزازنا بالعمل تحت أمرتكم سيدي. غرفة عمليات المرور، شكرا لكم سيدي. غرفة عمليات الدفاع المدني، شكرا لكم سيدي. غرفة عمليات صرف السواحل، شكرا لكم سيدي. غرفة العمليات الإدارة العامة للمباحث الأدلة الجنائية، شكرا لكم سيدي. غرفة عمليات قوات الخاصة، شكرا لكم سيدي. نهار إلى جميع المحطات، استلمت وأتمنى لكم التوفيق وكل عام وأنتم بخير.